حافظت الصين على مدى عوام 15 الأخيرة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا. ومنذ إنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي، قد حققت هذه التبادلات بين الجانبين نتائج مثمرة، حسنت رفاهية الشعوب الأفريقية من خلال عدد كبير من المشاريع النموذجية والصغيرة ولكن جميلة. وفي نفس الوقت، ساهمت هذه الديناميكية بين الطرفي على تعزيز ودفع نمو اقتصادي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الحضراء والاقتصاد الأزرق والصناعات الجديدة. وفي حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وسنناقش هذا الموضوع مع ضيفينا عبر الإنترنت. دكتور وان غوانغدا، أمين مركز دراسات الصين العربي للإصلاح والتنمية، مرحبا بكم دكتور وان. مرحبا بكم جميعا. أهلا. وأيضا نرحب بسيد رضوى أبو شادي، باحث اقتصادي الأولى للهيئة العامة لاستثمار لمناطق الحرة في مصر. مرحبا بكم سيدة رضوى. مرحبا بسيادتك. أهلا. وقبل حديثنا مع ضيفينا اليوم لنتابع التقرير التالي أولا. تعقد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك 2024 في بكين خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 سبتمبر، وينضوي الموضوع الرئيسي للقمة تحت عنوان التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك. هذا المنتدى الآن يشكل فرصة مهمة لإرساء قواعد التعاون ما بين الصين والدول الإفريقية بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة، ونحن على يقين أن مع أصدقائنا الصينيين يمكن أن نضع برامج للتعاون الثلاثي تكون لفائدة شركائنا في الدول الإفريقية. بطبيعة الحال أنا كسفير لجلالة الملك بالصين وأنا فخور بهذه المسؤولية وبهذه المهمة. سكة حديد أديس أبابا جيبوتي التي تنسقها الصين وإثيوبيا وجيبوتي تساهم في تحسين النقل في المنطقة وتعزز الاقتصاد المحلي في إطار الحزام والطريق منذ إطلاقها. كان ديجين جيزو من إثيوبيا أحد أوائل مهندسي القطارات الذين عملوا على سكة حديد أديس أبابا جيبوتي في عام 2018. انضم ديجين جيزو إلى شركة CCECC الصينية، إحدى الشركات الصينية التي ساعدت في بناء وتشغيل السكك الحديدية، وأتيحت له الفرصة لزيارة كلية تشينغجو للسكك الحديدية المهنية والتقنية في مقاطعة خينان وسط الصين. The training was so important. It was so crucial. We gained the handover experience there. You know, it just has around 8 phases, such as classroom instruction, such as theoretical training, practical training, route training or route operation, and there also there was an internship on the actual route. Yes, to practice how to operate the train. You know, it was totally very very important training in China. كأول خط سكة حديد كهربائي قياسي عابر للحدود في شرق إفريقيا، دخلت سكة حديد أديس أبابا جيبوتي حيز التشغيل التجاري في عام 2018. قبل إطلاق خط سكة الحديد كانت بضائع الإثيوبيين تستغرق من 3 أيام إلى أسبوع لنقل البضائع من أديس أبابا إلى مدينة جيبوتي، لكن الأمر يستغرق الآن 20 ساعة فقط. كما ساعدت السكة الحديدية إثيوبيا على الترويج لمنتجاتها الزراعية في جميع أنحاء العالم من خلال الربط المباشر بميناء جيبوتي في خليج عدن. There is a lot of employees here in this company now, more than around 3,000 employees here. So the number of unemployment already reduced, and also it's very important in the economic development of our countries. حتى الآن وقعت 52 دولة إفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي مذكرات تفاهم مع الصين حول البناء المشترك للحزام والطريق، ووصلت المنفعة المتبادلة للبنية التحتية بين الجانبين إلى مستوى جديد،
وبالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة التقليدية والبنية التحتية، أصبح الاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والنظيفة مجالات جديدة للتعاون الصيني الإفريقي. New energy is an area that we'd like to cooperate with China, and we are pursuing a green development path. Likewise, China is, excelling in this field. So we'd like to cooperate in this area. نعم دكتورة وان، نعلم منذ تأسيس منتدى تعاون الصيني الإفريقي في عام 2000 تم تحقيق رخاء المشتركة والتنمية المستدامة لشعبي الصيني والإفريقي، والتزم بمبدأ التشاور المكثف والمساهمة والمنافع المشتركة، وتطور ليصبح منبر مهم للحوار الجماعي وآلي فعال للتعاون العملي بين الجانبين. وفي البداية، كيف ترون موضوع منتدى لعام 2024؟ موضوع منتدى التعاون الصيني الإفريقي لهذا العام هو تكاتف لدفع تحديث وبناء معا لمجتمع المستقبل المشترك الصيني الإفريقي رفيع المستوى. كما نعلم أن الدول الغربية بدأت مبكرا في تحديث، مما أخذت زمام المبادرة في تحقيق تحديث، في حين لا تزال غالبية الدول النامية تكافح من أجل إيجاد مسار تحديث الذي يتناسب وظروفها الوطنية. وقد منح التحديث الصيني نمط دلالة ومعنى جديدين لكلمة التحديث، وكسر القول الشائع القديم بأن التحديث يساوي التغريب، وقدم مثالا نموذجيا لدول نامية. فبالنسبة إلى الصين وإفريقيا، تحقيق تحديث هدفنا المشترك للجانبين، ولا تزال الصين تدعم إفريقيا بقوة في استكشاف الطرق التنموية المستقلة، وترغب الصين في مساعدة إفريقيا على تحقيق تحديث بطريق إفريقيا. إن تكاتف الصين وإفريقيا لاستكشاف طرق التحديث سيجلب المزيد من الفرص للتعاون والتنمية الجديدة للدول الإفريقية، وذلك سيساعد في توسيع الخيارات للتحديث أمام دول نامية، ويعزز صوت ومكانة دولية لجنوب العالم. نعم شكرا دكتور وان. نعم سيدة رضوى، نعلم أنتم باحثة في شؤون اقتصادية لهيئة العامة، وخاصة في مجالات استثمار، وأيضا نعلم يعني تعد الصين أكبر دولة نامية من حيث استثمار في إفريقيا، وأيضا قد ظلت الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا لمدة 15 عاما متتالية على توالي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية مستوى قياسيا بلغ 228.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وفقا لوزارة التجارة الصينية، مما يدل على أن مرونة وحيوية القوية للتعاون الصيني الإفريقي. فما هي برأيكم الاتجاهات الجديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؟ شكرا لهذا السؤال الهام. بالفعل كما ذكرت سيادتكم، فإن استمرار الصين كشريك تجاري أول للدول الأفريقية على مدار 15 عاما الماضية يعني أنه هناك قدر كبير من المرونة في العلاقات التجارية بين هذه الدول وبين الصين. فجميعنا نعلم التحديات الاقتصادية التي مرت بها الدول والعالم خلال هذه الفترة، ونرى من ذلك ما قامت به الصين والدول الأفريقية من النظر ودراسة احتياجات السوق ودراسة احتياجات الطلب والعرض، حتى يمكن الحفاظ على هذا القدر الضخم المتزايد والمتسارع في معدل النمو بين الدول الأفريقية وبين الصين. ولا يمكن في حقيقة الأمر النظر إلى التجارة كوحدة منفردة،
إلا أنه هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في التجارة ونمو التجارة بين الدول الأفريقية والصين، ولعل من أهم هذه المبادرات بالفعل هو مبادرة الحزام والطريق، إذ لا يمكن تحقيق تجارة بدون وجود شبكة نقل، بدون وجود بنية تحتية، بدون وجود تقنيات تساعد على التخزين والدعم اللوجستي ودعم سلاسل الإمداد، وهو ما تكرسه الصين من خلال هذه المبادرة للاستثمار بشكل كبير وأساسي في البنية التحتية ونقل التجارب والخبرات، سواء عن طريق ما يسمى أو ما يعرف بدبلوماسية الموانئ مثل جيبوتي، كينيا، أو الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين في البنية التحتية في مشروعات قناة السويس الجديدة وتوفير الدعم من عبر شركات صينية، مما يسهم في تعزيز التجارة. وإذا ما نظرنا إلى تطور الوضع التجاري في دولة مثل مصر، فقد كانت البداية في بعض السلع التقليدية التي يستهلكها المواطن العادي، إلى أن امتد ذلك للاستثمار في شبكات النقل والبنية التحتية وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة مؤخرا في الهيدروجين الأخضر في قناة السويس الجديدة. النمو المتزايد هذا لا يمكن الوصول إليه بدون دراسة دقيقة لاحتياجات السوق لكل الدول، حتى يمكن الوصول إلى شكل أكبر من النمو في معدل التجارة. نعم دكتورة وانغ، نعلم حاليا يمر العالم اليوم بتغيرات كبيرة لم يشهدها منذ قرن من الزمن. الجنوب العالمي الذي تمثله الصين وإفريقيا مزدهر، مما يؤثر بعمق على مسار العالم. قد حقق التعاون بين إفريقيا والصين نتائج كبيرة في بناء البنية التحتية، وكانت الصين دائما مدفوعة باحتياجات إفريقيا لمساعدتها على تحقيق التحديث. هل يمكنكم الحديث عن هذا الجانب؟ نعم، حتى الآن قد وقعت 52 دولة إفريقية واتحاد إفريقي مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع الصين في البناء المشترك للحزام والطريق. وعلى هذا الأساس وفي ضوء احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول إفريقيا، وقعت الصين مذكرات تفاهم وخطط تعاون على التوالي مع العديد من دول إفريقيا واتحاد إفريقي للبناء المشترك للحزام والطريق، وقامت بتعزيز موائمته مع استراتيجيات التنموية لدول إفريقيا بشكل شامل، وتحديد المجالات الرئيسية ومحتوى التعاون، وتعزيز التعاون العملي بين الصين والدول الإفريقية. فقد حققت الصين والدول الإفريقية ثلاثة إنجازات رئيسية في عملية البناء المشترك للحزام والطريق، وهي أولا وصل اتصال الصلب للبنية التحتية إلى مستوى جديد، وقد شاركت الشركات الصينية في بناء وتجديد عدد كبير من السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والموانئ وشبكات النقل الطاق وما إلى ذلك في البلدان الإفريقية، وتوفر مشاريع البنية التحتية هذه دعما هاما لتنمية اقتصادية واجتماعية سليمة في إفريقيا وتقدم المستمر في تعزيز الحديث. الثاني وصل اتصال الناعم
القواعد والمعايير إلى مستوى جديد. حتى نهاية يونيو من هذا العام نفذت الصين تعريفات جمركية صفرية على عدد كبير من منتجات البنود الضريبية القادمة من دول الأقل نموا في أفريقيا، ووقعت اتفاقيات صناعية لتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الأفريقية. الثالث، وصل اتصال بين قلوب الشعوب الصين وأفريقيا إلى مستوى جديد، ونفذت الصين مشاريع لرفع مستوى معيشة الشعب في 53 دولة أفريقية. وكذلك الصين قامت بتدريب مواهب ذات مهارات عالية، وأرسلت فرقة طبية صينية، وقد أصبح التعاون بين الصين وأفريقيا قويا على نحو متزايد. نعم، شكرا دكتور وان. نعم سيدة رضوى، نحن تحدثنا حاليا عن تحقيق التحديث في قارة أفريقية، وأيضا مزيد من الحديث حول هذا الموضوع. الصين تدعم دائما بقوة وترغب في أن تكون رفاقة لطريق التحديث في هذه القارة، ويعتقد بعض العلماء أن تبادل تكنولوجي وابتكار رقمي هما مفتاح مهم لزيادة تعميق تعاون اقتصادي وتجاري بين أفريقيا والصين، فضل عن تعزيز تحديث الأفريقية. ما هو رأيكم حول هذه الفكرة؟ صحيح، مع سيادتكم كل الحق، فإن هذه المبادرات والدعم والعلاقات التجارية بين الصين والدول الأفريقية قائمة على مبدأ المنفعة والمصلحة المشتركة، ولعل هذا ما يميز العلاقات الصينية الأفريقية وقيادة الصين لدول الجنوب، أنها حين تقوم بتوفير التمويل فإنها لا تفترض على الدول المشروطية، بل بالعكس فإنها توفر دعم يتناسب مع احتياجات وأولويات السياسات الوطنية. وجزء أساسي من هذه المبادرة يعتمد على الدعم التقني، ففي ظل الفجوة الرقمية التي تعاني منها بعض الدول في دولنا الأفريقية، فإنه من الممتاز النظر إلى التعاون المشترك والدعم التقني المشترك لمعالجة هذه الفجوة، وإشراك جميع الشعوب في الاستفادة من تطبيقات التقنية المختلفة كالاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة والدفع عبر شبكات المحمول المختلفة. كل هذا يعزز من الدعم التقني ويسرع من التعاون المشترك، ويؤثر بشكل إيجابي على رفاهية الشعوب والوصول إلى نتيجة أفضل في استراتيجيات التنمية، وخاصة ما يتعلق باستراتيجية التنمية الأفريقية لعام 2063، والتي تنبثق منها العديد من استراتيجيات التنمية لدولنا الأفريقية، وتقوم بشكل أساسي على الدعم التقني. شكرا جزيلا سيدة رضوى، شكرا ضيفينا على هذه التعليقات. نأخذ فاصل قصيرا ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصيرا، فابقوا معنا. أصدرت الصين يوم 29 أغسطس تقريراً عن إنجازات التعاون الصيني الإفريقي في إطار الحزام والطريق. ووفقاً للتقرير، ساعدت الشركات الصينية إفريقيا على بناء وتحديث أكثر من 10,000 كيلومتر من السكك الحديدية، وتقريباً 100,000 كيلومتر من الطرق، مع إنشاء ما يقرب من 1,000 جسر و100 ميناء، بالإضافة إلى 66,000 كيلومتر من خطوط نقل وتحويل الطاقة، و150 ألف كيلومترا من شبكة الاتصالات الأساسية. الآن الصين هي الشريك التجاري الثالث في العالم بالنسبة للمغرب، والشريك الاقتصادي الأول في القارة الآسيوية، ولكن طموحنا أكبر من هذا، ونتمنى أنه خلال الأسابيع والشهور المقبلة
يتم التوقيع على عدد مهم من الاتفاقيات بين الشركات الصينية وبين الحكومة الصينية والمتعاملين الاقتصاديين في المغرب. بفضل موقعه الاستراتيجي ومزاياه الجغرافية التي تشع في السوق الأوروبية، أصبح المغرب شريكاً طبيعياً للبناء المشترك للحزام والطريق. في عام 2022 أصبح المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يوقع اتفاقية التعاون مع الصين لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك. في عام 2016 أعلن المغرب عن سياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين الصينيين، ما يجعله وجهة شهيرة للسياح الصينيين، حيث أصبحت التبادلات الشعبية بين الصين والمغرب صورة حية للتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والعربية. نحن نتطلع بكل أمل وبكل طموح إلى أن يتزايد عدد السياح الصينيين أكبر وأكبر إلى المغرب. السائح الصيني في المغرب سيجد كل ما يبحث عنه. هناك كذلك لاحظنا في السنوات الأخيرة تدفق متزايد للسياح المغاربة إلى الصين، لأن الصين بلد عظيم بجميع المقاييس، وهناك رغبة من السياح المغاربة الذي بطبيعة الحال لديهم بعض الإمكانيات لاستكشاف ما تصغر به دولة الصين الشقيقة من مؤهلات سياحية كذلك. أعلنت الخطوط الملكية المغربية يوم 5 أغسطس عن إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر الذي يربط الدار البيضاء بالعاصمة الصينية بكين ابتداء من 20 يناير 2025. فمن المتوقع أنه اعتبارا من بداية العام المقبل سيقوم المزيد والمزيد من السياح الصينيين برحلات مباشرة إلى المغرب لتجربة السحر الفريد للبلاد، مما سيعزز بشكل كبير تفضيل الصينيين للمغرب ويوفر فرصا تنموية كبيرة للتعاون الثقافي والسياحي بين البلدين. نعم دكتور، ونعلم من خلال منصات مثل معرض الصيني الدولي للاستيراد ومعرض اقتصادي وتجاري الصيني الافريقي ومهرجان تسوق البضائع الافريقيه عبر الانترنت، قدمت الصين بنشاط مسرح ارضي للمنتجات الزراعيه الافريقيه، ودخل عدد كبير منها الى السوق الصينيه. ما هو دور الذي لعبته الصين في تحديث الزراعه لإفريقيا حسب رأيكم؟ فعلا بعد سنوات من التعاون والتجربة قد ترسخت التكنولوجيات الزراعية الصينية في دول إفريقيا، مما أدى إلى إثراء أكياس الحبوب وأكياس النقود كذلك لشعب إفريقي، وتحسين معيشة الشعب وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. فأولا في مجال التعاون الزراعي بين الصين وإفريقيا، قد تولت الصين أهمية كبيرة لتعزيز تصدير المنتجات الزراعية عالية جودة من إفريقيا إلى الصين، وقد زادت كمية المنتجات الزراعية المستوردة من إفريقيا لمدة 7 سنوات متتالية. كما توفر المنتجات الزراعية الإفريقية المميزة عالية جودة للمستهلكين الصينيين المزيد من الخيارات، مثل البرتقال والتمور المصرية التي تحظي بشعبية كبيرة بين المستهلكين الصينيين. ثانيا، تعمل القناة الخضراء لتصدير المنتجات الزراعية الإفريقية إلى الصين على تقليل تكاليف التجارة بشكل فعال، وتعميق تعاون زراعي بين الصين وإفريقيا، وتوسيع سلسلة الصناعة الزراعية في بلدان إفريقيا بشكل كبير، وكذلك زيادة القيمة المضافة للمنتجات، كما يساعد في حل مشاكل الجوع والفقر الريفي وخلق فرص للصناعات المحلية الأخرى.
وأخيرا سيساهم تعاون زراعي بين الصين وإفريقيا في تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا إلى حد كبير، ومن خلال إقامة شراكات مع الصين في مجالات البحث والتكنولوجيا وابتكار وتدريب، سيتحول إنتاج زراعي في البلدان الإفريقية من الاكتفاء الذاتي إلى إنتاجية عالية. وهذا يوضح تماما أن المنفعة المتبادلة والربح المشترك هما أساس التعاون بين الصين وإفريقيا، كما أنه يعزز تدريجيا تحقيق التحديث الزراعي الإفريقي. نعم، شكرا جزيلا دكتورة. نعم سيدة راتو، نحن حاليا نتحدث عن تعاون الزراعي بين الصين وإفريقيا، ما هي مجالات أخرى التي تعتقدون أن الصين وإفريقيا يمكنهما إجراء تعاون فيها مستقبلا؟ هذا سؤال ممتاز حقيقة، فإنه حتى يمكن الإجابة عليه يجب النظر إلى عنصرين. العنصر الأول القطاعات الريادية التي يمكن للصين الاستثمار فيها مع الدول الأفريقية والتي لديها الريادة فيها، والعنصر الثاني هو التحديات التي توجد لدى الدول الأفريقية بشكل عام والعالم بشكل خاص والعالم بشكل عام. فالعالم حاليا يعاني من بعض التحديات مثل الفجوة الرقمية، مثل التغيرات المناخية، مثل البنية التحتية وأثر ذلك على سلاسل الإمداد والتمويل. في الوقت الذي تقود فيه الصين بشكل متسارع في هذه المجالات، وعليه وفي ظل السعي المستمر للصين في الوصول إلى احتياجات كل سوق، فنجد على سبيل المثال خلال الفترة القادمة الفترة الماضية القصيرة كان هناك القمة الصينية العربية في القاهرة، وكان هناك الاحتفال بمرور 10 أعوام على مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى القمة الصينية الخليجية. كل هذا يثبت أن الصين تسعى لتوفير احتياجات السوق والتلاؤم مع ما تريده الدول من أجل تعزيز التعاون، وهو ما أكدنا عليه في بداية هذه الحلقة من أن سعي الصين المستمر إلى توفير المصلحة المشتركة والربح لجميع الأطراف وخاصة دول الجنوب التي عانت من قبل الكثير. فيمكن لتلخيص هذه العلاقات والمحاور التي يجب العمل عليها هو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، التقنيات وتطبيقات الإنترنت المختلفة، الاستثمار في البنية التحتية وشبكات الاتصالات، الاستثمار في الطاقة المتجددة. كل هذه المجالات لا يمكن أن تكون بمعزل عن الاستثمار بشكل أكبر في العلاقات الثقافية والتغلب على حاجز اللغة لتصبح هذه العلاقات أكثر وصلاً بين الشعوب وليس مجرد قاصرة على الحكومات والمشروعات والاستثمارات في البنية التحتية. نعم، شكرا جزيلا سيدة رضوى، وأيضا شكرا جزيلا دكتورة وان على هذه التعليقات حول علاقات اقتصادية وتجارية بين الصين ودول أفريقية، ونشكركم مرة أخرى على مشاركتكم في برنامج الصين المال والأعمال. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم، شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء إلى حلقتنا القادمة.